الله يحفظ الجميع ان شاء الله. فيما يخص موضوع الكمامات، الكمامات يعني باختصار صارت بها شحب الظرف الحالي لعدة اسباب، بغض النظر عن الاسباب اللي ادت الى هذا الوضع. هاي الشحب الموضوع راح يؤدي الى صعود الاسعار، وصارت صعود بالاسعار، بس المشكله وين؟ المشكله مو بالصيدليات ومو بالصيادله ومو دفاعا عنهم، الله شاهد. انا جاي اشوف الوصولات مالت الكمامات متوصل للصيدليه. اسعار اضعاف سعرها. ليش؟ بسبب الشحه وضعاف النفوس تستغل هاي الظروف. انت تقصد التجار؟ اي انا ما اتهم شخص معين، بس هي جاي توصل يعني من الشخص اللي ورد او يعني ما اعرف السلسله وين جاي توصل، يعني وين جاي يصعد سعرها بالضبط، بس المحصله النهائيه جاي توصل للصيدليات باسعار كلش غالي، كلش غالي. يعني غياب الدور الرقابي الحكومي اي يعني هو هم هذا هم موضوع متشعب، هم موضوع متشعب. اللي صار انه المواد هاي الكمامات جاي توصل باسعار كلش غاليه، قوه يلا توصل، يعني هم مو بالكميات اللي جاي يطلبوها. يعني يطلب له مثلا في الكميه كبيره توصل، يوصل في جزء بسيط من عدد وسعر غالي. ليش؟ لان عليها طلب. اللي صار انه الناس جاي تتصور انه الصيادله جاي يبيعوها بسعر غالي، بس للامانه الله شاهد راح تشيح شايه حق، مو لان انا صيدلان بالعكس ابد. اللي صار انه هم صيادله جاي يصيرون بالوجه بينما هم ما لهم ذنب بالموضوع، يعني جاي توصل لهم بسعر غالي. بهاي الحاله الصيدلانه اذا يجيبها وبيعها بنفس السعر، المواطن يعني يتصور انه الصيدلانه جاي يغليها عليه. اذا ما يجيبها المواطن يتصور انه هو ما يريد يجيبها وما مهتم للموضوع، فجاي يصير يعني شلون نقول بين نارين، يجيبها هو يعني مبتدئ بالموضوع، يعني صيدلانه ما يجيبها.